السؤال ده ممكن يكون حضرتك يعني اتسألته قبل كده، لكن مهم ان احنا برضو نتكلم بس فيه بشكل اكثر تفصيلا، وهي خاص بالصفقات الجديده واللي رجعوا مره تانية من الاعاره اللي هم المعارين. خليني اعرف من حضرتك يعني الشكل العام دلوقتي، نقدر نقول الفريق داخلين كمان عن موسم جديد للدوري، هل نقدر ان احنا داخلين بقوه؟ عندنا دلوقتي بدل المركز في لاعب، عندنا اثنين وثلاثه، وعندنا يعني بدائل كويسه جدا، ويعني غطينا كل النواقص اللي كانت عندنا موجوده في السابق، فنعرف منك برضه يا كابتن. بص حضرتك، النادي الاهلي محتاج على طول تدعيم لانك بتلعب في بطولات كتير، زي مثلا شينا واتصال مثلا يعني. فانت محتاج الثاني والثالث يبقوا كويسين على نفس المستوى او مش على نفس المستوى، بس ما يكونوش بعاد عن بعض. زي ما حضرتك قلت كده، التدعيمات اللي جت او الاعارات اللي رجعت ثاني لعيبه كويسه جدا، ومن ابناء النادي الاهلي كتير جدا منهم اللي راحوا اعارات، فالتدعيم ده مهم جدا، لانك انت برضو حضرتك محتاجه انك انت بتلعب في افريقيا، النيجر مثلا سفريه بعيده، سفريه مرهقه جدا، هترجع ممكن يكون لا قدر الله في ناس مصابه، هتخش على الدوري لازم يكون عندك ناس جاهزه، فكل ده فكل الحاجات دي لازم يكون فيه، لان النادي الاهلي برده مختلف عن اي نادي في مصر او في اي حته. ليه؟ لانك انت بتشارك كتير جدا، اللعيبه مش واخده على الماتشات الكتير جدا في مصر بالذات يعني. فانت محتاج التدعيم الاول والثاني والثالث لازم يكونوا زي بعض، ما يكونوش بعاد عن بعض، عشان لما واحد يقع يبقى الثاني جاهز وما تحسش بالفرق، لان جماهير النادي الاهلي مش هتقبل ان في فرق بين اللعيبه، مش هتقبل انك انت تخسر مباراه او تخسر بطوله، مش هيقبلوا الكلام ده. عشان كده النادي الاهلي صفقاته كويسه جدا، تدعيماته كويسه جدا، اللعيبه اللي جت السنه دي لعيبه كويسه جدا وعلى مستوى النادي الاهلي، ده مهم جدا. مش اي لعيب يجي النادي الاهلي وخلاص، مش عشان هو كويس في فرقه يبقى يجي عشان يلعب في النادي الاهلي، لا يمكن، لان النادي الاهلي بيجيب اللعيبه اللي هي تنفع النادي الاهلي فقط لا غير. انا عندي نقطه من كلام حضرتك عشان قلتها سريعا كده، بتقول الجمهور الخاص بالنادي الاهلي لم يقبل خساره مباراه واحده، صح؟ بس هل ده صحيح اصلا؟ يعني هو صح، ولكن هل هو صحيح؟ هو مش صحيح، هو بصراحه مش صحيح. اكبر نوادي في العالم بتخسر يعني، ما ده الطبيعي يعني. ده اللي احنا بنشوفه في النادي الاهلي، انما ده مش طبيعي، انما النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي جدا لدرجه ان هو مش عايز يخسر مباراه او يتعادل. يعني انا ما كنا مثلا، انا وانا عندي 10 سنين في النادي الاهلي لغايه اما مشيت من النادي الاهلي ما خسرتش بطوله، حتى وانا مدرب في النادي الاهلي في قطاع الناشئين او في قطاع الشباب ما خسرتش بطوله. فالنادي هو احنا متعودين على كده، احنا النادي الاهلي متعود على كده، انما ده مش طبيعي. بس دي ورطه محطوط فيها اللعيبه ومحطوط فيها الجهاز الفني والاداري على طول تحت ضغط، ورطه فعلا مش طبعا على طول تحت ضغط. فعشان كده هو النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي كبير بجمهوره، بادارته، بلاعبته، بشخصيته، بتاريخه كمان، بتاريخه. عشان كده هو طبعا مش طبيعي، انما الناس محتاجه على طول تكسب، والناس وده طبيعي جدا. عشان كده قلنا ايه، طبع مشروع.